أكثر من 300,000 حبة مخدرة هي حصيلة العملية الأمنية التي أطلقتها شرطة ذي قال لملاحقة المطلوبين للقضاء ومروجي المواد المخدرة في إطار حملة لبسط الأمن وفرض سلطة القانون، فيما عللت أسباب عدم تنفيذها واجبات مشابهة في الفترة الماضية إلى الوضع الاستثنائي الذي مرت به المحافظة أمنيا وسياسيا. نشرت أجهزة الأمنية المتمثلة بمفاز مكافحة المخدرات بتنفيذ أوامر القبض خلال هذه الفترة، وبلغت أكثر من 3,000 حباية مختلفة الأنواع كبتي. كذلك أيضا ضبط كمية من المواد المخدرة نوع كريستال بلغ حوالي 4 كيلو، هذا بالإضافة إلى مادة الحشيشة بلغ حوالي 3.5 كيلوغرام من هذه المادة. هذه العملية الأمنية لاقت ردود أفعال إيجابية من قبل المواطنين الذين أكدوا أن ذي قار بحاجة إلى إجراءات صارمة للحد من الجريمة وانتشار المخدرات. إضافة إلى ذلك إلى الجهد الأمني، والجهد الأمني لا يكتفي بالقبض على متداولين أو متناولين المخدرات، بل يحتاج إلى جهد استخباري وجهد استخباري ووصول إلى الخيوط الرئيسية حتى لا نفسد الشباب، بالتالي إفساد المجتمع، كون الشباب يمتلكون طاقة وبالتالي ممكن توظيفها لجوانب إيجابية كثيرة. يجب على قيادة شرطة ذي قار وضع خطة أمنية للقضاء على المخدرات داخل، مو داخل محافظة ذي قار وإنما في حدود محافظة ذي قار، لأن هي إذا دخلت محافظة ذي قار بعد أنت ما تقدر تلزمها، راح تنتشر بين الشباب، وإحنا نشاهد شبابنا أكثر شيء قاعد شباب المراهقين قاعد يتعاطون هاي المخدرات، يعني وهاي المخدرات جاي تدمرهم، يعني الشاب يظل ما يدري يعني يمشي منتهي. عمليات مكافحة الجريمة هذه تأتي في وقت تشهد فيه محافظات الجنوب عمليات كبيرة لمصادرة السلاح المنفلت وملاحقة العصابات المسلحة. وعلى غرار حملة مكافحة المخدرات يطالب الأهالي هنا بذي قار بحملة مشابهة لنزع السلاح المنتشر خاصة بالمناطق التي تشهد حوادث إجرامية. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي الناصرية.